السلام عليكم. سنحاول في هذا المثال أن نعطي المبادئ الأساسية لرسم مساقط شكل. الناظر إلى المسقط الجبهي بالاتجاه السهم الأحمر، فإن جميع المستويات التي تحتوي على خط واحد فقط على الأقل موازي للخط الأحمر، فإن هذه المستويات لا يراها، لأن هذه المستويات تحتوي على خط واحد موازي لاتجاه النظر، فهذه المستويات عمودية على المستوى الجبهي، وبالتالي نشاهد هذه المستويات كأثر فقط أي كمستقيم، وبالتالي سأقوم أنا بتهشير هذه المستويات باللون الأحمر. إذا قمت بتهشير المستويات باللون الأحمر، إذا هذه المستويات الناظر إلى المسقط الجبهي لا يراها. يوجد أيضا مستوى نسيت سهوا أن أؤشره، سأؤشره بعد قليل. الآن إذا أردنا أن نرسم مسقط هذا الشكل حسب ما يراه الناظر، فإننا نرسم المسقط خط إلى اليمين 10، إلى الأعلى 10، إلى اليمين 40، إلى الأسفل 10، إلى اليمين 10، إلى الأعلى 60 بمقدار ارتفاع الشكل. طبعا حين نرسم المسقط الجبهي فنرسم الزوايا القائمة بشكلها الحقيقي، لأن هذا المستوى الأمامي سيظهر بأبعاده الحقيقية تماما وبزواياه الحقيقية. إذا هذا المستوى الأمامي سيظهر بأبعاده الحقيقية وبمستوياته وبزواياه الحقيقية تماما، ظهر كما هو بأبعاده. الآن كما نشاهد هذا المثلث، إذا هذا المربع الذي نسيت تهشيره، نقوم بتهشيره أيضا باللون الأحمر لأنه يحتوي على خط موازي لاتجاه النظر، فنحن لا نشاهده. الآن نشاهد أيضا هذا المثلث، نقوم بوصل المثلث. إذا الناظر إلى الشكل كمسقط جبهة يشاهد من هذا الشكل هذين المستويين، وهما متباعدين ولكننا نشاهدهما كأنهما ملتصقين، هذا المستوى الأول وهذا المثلث. إذا هذا المسقط الجبهة. طبعا الأسطواني أيضا سطحها العلوي لا نشاهده، لأن سطحها العلوي هو عبارة عن أفقه، أيضا نستطيع أن نهشره لأننا لا نراه. إذا الأسطواني سطحها العلوي لا نشاهده، نشاهد الأسطواني كمستطيل. إذا الأسطواني هنا تظهر كمستطيل، ارتفاعه 30، عرضه يمثل القطر أي 20، ثم ننزل إلى الأسفل. إذا الناظر إلى الشكل كمسقط جبهة حسب اتجاه السهم الأحمر يشاهد المستوى الأول المستوى الأمامي، يشاهد مستوى المثلث، يشاهد مستوى المثلث، ويشاهد الأسطواني في الأعلى كمستطيل. الآن الناظر إلى الشكل من الأعلى باتجاه السهم الأخضر، إذا الناظر إلى الشكل من الأعلى، الناظر إلى الشكل من الأعلى، نعيد نفس الفكرة، جميع الخطوط المستويات التي تحتوي خط واحد موازي للخط الأخضر فإننا هذه المستويات لا نشاهدها في المسقط الأفقي. إذا سأقوم أنا بتلوينها باللون الأخضر، هذه المستويات لا نشاهدها أبدا لأنها احتوت على خط واحد موازي لاتجاه النظر، إذا هذه المستويات لا نشاهدها أبدا. حتى المستوى السفلي جدار الحفرة أيضا هو مستوى أكيد لا نشاهده لسببين، لأنه غير مرئي ولأنه يحتوي على خط موازي لاتجاه النظر. إذا الناظر إلى الشكل من الأعلى سيشاهد المستطيل العلوي والمربع والمستوى المائل. أيضا نقوم برسم هذا المسقط طبعا مع مراعاة قواعد الإسقاط، أي النقاط يجب أن تكون على استقامة واحدة، المسقط الجبهي والأفق على نفس الاستقامة، عرض الشكل طبعا 60، طول الشكل أيضا 60. إذا الناظر هذا المستوى الذي يفصل المستوى العلوي عن المستوى المربع والمستوى المائل، إذن الناظر إلى الشكل من الأعلى هذه المستويات المرئية بالنسبة له، كما أنه يشاهد في الواقع الأسطواني، ولكن في هذه المرة يشاهد الأسطواني كدائرة، الدائرة طبعا مركزها يقع في منتصف المسافة لهذا القطر ونصف قطرها 10. إذن هذه الخطوط المرئية التي يشاهدها الناظر إلى المسقط الأفقي، ولكن لدينا شيء إضافي هو هذه الحفرة. طبعا الناظر من الأعلى لا يشاهد مولدات الحفرة، ولكن يجب أن نرسم في المسقط ما يعبر عن مولدات هذه الحفرة.
طبعا نرسمها بخط وهمي. إذا مولدات الحفرة نرسمها بخط وهمي، نغير الخط إلى وهمي ونرسم مولدات هذه الحفرة. طبعا في المنظور لا شيء يدل على أن الحفرة ممتدة إلى كامل الشكل، ولكن بما أنه في المنظور لا يوجد شيء يدل على أن الحفرة ممتدة إلى كامل الشكل، فنرسمها نحن ممتدة إلى كامل الشكل. إذا الناظر إلى الشكل من الأعلى سيشاهد المسقط الأفقي كما يلي. نتابع. الآن سنمحي المستويات المرسومة باللون الأخضر ونرسم الناظر إلى الشكل من الجنبه. نعيد نفس الفكرة، هي أساس الإسقاط، أن جميع المستويات التي تحتوي على خط واحد فقط موازي لاتجاه النظر فإن هذه المستويات لا نراها. إذن هذه المستويات لا نراها، سأقوم بتلوينها باللون الأصفر. إذن هذه المستويات الناظر لا يراها أبدا، لأنها احتوت على الأقل على خط واحد موازي لاتجاه النظر. إذن الناظر إلى الشكل إلى الجنب ببساطة سيشاهد أيضا هذا المستوى لا نشاهده. إذن الناظر إلى الشكل إلى الجنب سيشاهد المستطيل السفلي. سنقوم برسم هذا المستطيل، طبعا يظهر بأبعاده الحقيقية. طوله 60 وارتفاعه 30. إذن 60 30، طبعا أكيد هو مستطيل مرئي، سأحوله الآن إلى خط مرئي نحن نشاهده. إذن هذا المستطيل، إذن ويشاهد فوقه المستوى المائل والمربع. طبعا نلاحظ أن المستوى المائل والمربع مختلفين في المساحة، حجمهما مختلف، ولكن كمسقط يظهران بنفس الحجم تماما، وذلك لأن المربع يظهر بأبعاده الحقيقية. أما المستوى المائل إذا أسقطناه كمسقط جانبي فهو يظهر مشوه. إذن المربع والمستوى المائل مختلفين جدا في المساحة، ولكنهما يظهران على المسقط الجانبي بنفس الأبعاد تماما. أيضا نشاهد نحن هنا هذين المستويين، نشاهد المستطيل المربع والمستوى المائل. أيضا الناظر إلى الشكل من الجنب حتما سوف يشاهد الأسطواني. إذا يشاهد الأسطواني، الأسطواني مركزها، إذا الأسطواني نشاهدها هنا، الأسطواني نشاهده هنا على بعد مسافة مقدارها 20 من الطرف، ثم نرتفع إلى الأعلى بمقدار ارتفاع الأسطواني وهو عبارة عن 30، ثم إلى اليسار بمقدار قطر الأسطواني 20، ثم ننزل إلى الأسفل. إذن الأسطواني تظهر على الجبهة وعلى الجنب نفس المسقط تقريبا. بقي علينا أن نعبر عن الحفرة السفلية، هذه الحفرة التي طبعا سنعتبرها ممتدة إلى نهاية الشكل، لأنه لا شيء في المنظور يدل على أنها ليست لنهاية الشكل. المولد السفلي للحفرة سينطبق على هذا الخط السفلي. بقي لدينا المولد العلوي أو سقف الحفرة. إذا سقف الحفرة سنشاهده عبارة عن خط وهمي. إذا سقف الحفرة عبارة عن خط وهمي نسحبه من المسقط الجبهة، سقف الحفرة هنا ممتد طبعا وبشكل خط وهمي. إذا هذا عبرنا عن سقف الحفرة بشكل خط وهمي لأننا لا نراه لهذا السقف. إذا هذه هي المساقط الثلاثة. نعيد فنكرر، الناظر إلى المسقط الجبهة يشاهد المستوى الأمامي فقط والمثلث الموجود في الخلف. جميع الخطوط الموازية للخط الأحمر لا يشاهدها. إذا نشاهد هذين المستويين على الجبهة، سأقوم بتلوينهما. إذا هذين المستويين فقط نشاهدهما على الجبهة بالإضافة إلى الأسطوانة. إذا الناظر إلى الشكل إلى المسقط الجبهة يشاهد هذين المستويين. الآن الناظر إلى الشكل إلى المسقط الأفقي موازي للسهم الأخضر يشاهد المستطيل الكبير بالإضافة إلى المربع بالإضافة إلى المستوى المائل. طبعا نكرر الملاحظة أن المربع والمستوى المائل مختلفين في المساحة، ولكن نشاهدهما بنفس الحجم. بالإضافة إلى مولدات الحفرة الناظر من الأعلى لا يشاهدها، ولذلك نرسمهما بشكل مولدات وهمية. الناظر باتجاه السهم الأصفر أو الناظر إلى الجنب يشاهد المستطيل والمستوى المائل والمربع، هذين المستويات الثلاثة. إذن هذه المستويات الثلاثة يشاهدهم الناظر بالإضافة إلى الأسطوانة العلوية.
طبعا المستوى المائل والمربع يظهران بنفس الحجم مع أنهما مختلفين، بالإضافة إلى سقف الحفرة طبعا الناظر إلى الجنب لا يراه، لذلك رسمناه على شكل مولد وهمي. إذن هذا المسقط الجنبي.